قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات الندى، يا كل معنى للجمال. أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام، أرواحنا مثل الحمام نشتاق من عام لعام. آه قد عدت بالأجر الجزيل، تعطي الكثير على القليل، بالفضل ميزك الجليل. سيدات وسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم اليومي، برنامج في رحاب أشهر الكريم. ويسعدنا في هذا المساء نستضيف الدكتور حسين مسار حسين، مستشار رئيس الجمهورية في التربية الوطنية والتعليم العالي. السيد المستشار مساء الخير. مساء النور أخ عبد الرسول. السيد المستشار، بحلول هذا الشهر الكريم نقدم لك التهنئة ونتمنى لك رمضان كريم. شكرا جزيلا. أنا بدوري أيضا أتقدم إليكم بخالص التهنئة في التلفزيون وجميع الإعلاميين في هذا الوطن العزيز. الله يخليك دكتور. دكتور، طبعا نتحدث في البداية عن أولا تعريف بطاقة الشخصية، ومن ثم تحدثنا عن جدولك اليومي في شهر رمضان المبارك. طبعا نعرف أن شهر رمضان شهر له ارتباطات دينية وأيضا هناك التزامات إدارية، فكيف توفق جدولك اليومي في شهر رمضان المبارك ما بين العبادة والعمل؟ والعمل إن كان في حد ذاته عبادة، لا مع ذلك لابد يكون هناك بعض التغييرات البسيطة في الجدول اليومي بالنسبة للإنسان الصالح. تمام، شكرا جزيلا أخ عبد الرسول. أولا يعني أشكركم على هذه الاستضافة في برنامجكم في رحاب الشهر الكريم. نعم. أولا أنا الاسم حسين مسار حسين، مواليد مدينة أبشة 1975. صراحة بدأت الدراسة الأولى في مدرسة روضة الأحباب في مدينة أبشة، ثم انتقلت العائلة إلى العاصمة ودرست الدراسة، بدأت الدراسة يعني صراحة بمعهد العلمي في الإسلامي بالمركز بالملك ثانوية الملك فيصل بالمركز الملك فيصل، وكانت مرحلة يعني صراحة جميلة جدا لأنها يعني ممزوجة بالدراسة والنشاط، لأن المعهد الفيصل مركز الملك فيصل يعني يعج بالنشاط والجمعيات الأدبية والثقافية. ثم درست المرحلة الثانوية حتى حصلت على الشهادة الثانوية، والتحقت بالدراسة بالأردن المملكة الأردنية الهاشمية، التحقت بجامعة الزرقاء الأهلية، درست فيها، تخرجت، حصلت على البكالوريوس في عام 2004 من كلية القانون، ثم التحقت في نفس العام التحقت بمرحلة الدراسات العليا في الماجستير بجامعة العلوم المالية والمصرفية، في وتخرجت من كلية المال والأعمال تخصص المصارف
في عام 2008، وفي عام 2009 التحق بمرحلة الدكتوراه بجامعة العلوم العالمية في كلية المال والأعمال تخصص المصارف، قبل أن أكون في العمل الحكومي. يعني بدأت العمل المدني مع الشباب وأسسنا تحالف الأصالة، والحمد لله كان فرصة جيدة للنشاط والتواصل لاستئناف النشاط، لأن تعلمون أن النشاط يعني الذي كما ذكرت لك غرس لنا في مرحلة من المرحلة الابتدائية، وبالتالي هذا عاد بنا وعدنا من جديد وتواصلنا مع الشباب من أجل أن يعني صراحة نشارك في هم الوطن ونساهم أيضا في استقرار البلد، وأيضا توجيه الشباب وأن يكون الشباب مندمجين مع برنامج الدولة الذي يقوده فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو، لأن صراحة الأصالة يعني هي داعمة بصورة جهود مباشر لجهود فخامة الرئيس من أجل أن يكون هناك استتباب للاستقرار وأن يكون هناك تتويج للمحافظة على المكتسبات. نعم، جهات دخلت في مرحلة تاريخية جديدة صراحة تزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، وهذه المرحلة التاريخية الجديدة هي طبعا تعديل دستور جديد، هذا الدستور الذي نقلنا إلى الجمهورية الرابعة. هذه الجمهورية وصفها رئيس الجمهورية بأنها ستكون جمهورية يعمها يعني القانون ومنع كل مظاهر التخلف وأيضا كل وسائل التي كانت سائدة في الجمهورية الثالثة. فأنت عشت هذه المرحلة، فكيف تصف الجمهورية الرابعة وجات ستصبح يعني في المستقبل برأيك يعني في مصاف الدول المتقدمة في التسيير الإداري الشفاف الصارم في المستقبل القريب؟ في حقيقة هي نقلة كبيرة بالنسبة للوطن، أكيد، لأن فخامة الرئيس يريد أن ينتقل إلى البلد من مرحلة إلى أخرى، لأن قد بدأ مشروعه التنموي والسياسي في من بداية التسعين، فأرسى الدعائم الديمقراطية والدعائم الحرية وفتح مجال الحساب السياسية والمجتمع المدني، وأصبح الصحافة يعني حرة. فخامة الرئيس إن أراد أن في برنامجه السياسي أن يكون هناك الجمهورية الرابعة تأتي ببرنامج جديد وبشكل جديد وفهم جديد، لتكمل ما بدأه من مشوار، ما تبقى من ما وعد به الشعب لتنمية حقيقية، وبالتالي الكل متطلع، وأنا أعتقد يعني بدأنا مرحلة جديدة وهي بنظرة جديدة ورؤية جديدة لقائد البلد أن يكون هناك تغيير حقيقي. أكيد. ليس هناك يعني المرحلة القادمة ليس فيها مجاملة ولا فيها شعارات، ليس هناك شعارات سياسية تقال، إنما هناك عمل حقيقي، وأن لقد حان الوقت أن يتوقف الناس عن هدر الأموال، هدر الإمكانيات، أو تضليل الشعارات. لابد أن توجه هذه الإمكانيات إلى المواطنين، إلى صالح الوطن وإلى التنمية ويستفيد منها المواطن، وبالتالي هذا ما يعني شهد حقق ارتياح كبير للمواطنين، بأن فعلا أن البلد بدأت تنتقل إلى مرحلة جديدة، وبالتالي حتى الناس الذين لا يؤمنون بمثل هذه المفاهيم أصبح يعني يأخذون يدركون أن الأمر أصبح جد ولا بد من العمل بكل جدية والتأقلم مع الفهم الجديد والرؤية الجديدة. نعم، جميل دكتور. دكتور أيضا في شهر رمضان المبارك الإنسان عندما يعني يسأل الله سبحانه وتعالى فربي سيب الدعوات، فماذا تتمنى لبلدك جاد في هذا الشهر الكريم؟ صراحة مثل غيري من جميع المواطنين يعني أتمنى أن ينعم الاستقرار وأن يسود أن تتحقق الأمال والطموحات التي يحملها قائد الوطن، ونحن من خلفه كجنود لهذا الوطن أن نعمل من أجل ترقية الرقي بهذا البلد، وحتى ينعم أبناء الوطن الجيل الجديد يجدون وطنا يعني كما يتطلع إليه القائد، يعني أن يكون هناك بلدا آمنا مستقرا وبلد فيه مرتكزات وهذه الإمكانيات التي تدخل بها البلاد. لدينا إمكانيات كبيرة من ثروة حيوانية وزراعة وإمكانيات في باطن الأرض متوفرة، أن تستقل على أيدي أبناء البلد بالكفاءات، ودائما فخامة الرئيس يوجه المواطنين، يوجه الطلاب والشباب أن يتجهوا إلى العلوم العصرية،
العلوم العلمية التي تستطيع أن تمكنهم من تسخير إمكانيات البلد واستقلال مقدرات الوطن وتوجيهها من أجل التنمية، وكذلك جذب المستثمرين وجذب السياح أن يأتوا إلى هذا البلد. بلد فيه سياحة خيرات كبيرة ومناظر طبيعية، وصراحة يعني يشتاق إليها الكثيرون لزيارتها، وبالتالي نتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الشهر الكريم، يعني نسأل الله أن يوفقنا ويوفق قائد الوطن إلى تحقيق أمنياته وتحقيق طموحات التي هذه الطموحات العالية التي يتمناها للبلد، أن تكون دولة مزدهرة وقائدة في إفريقيا إن شاء الله. جميل جدا أن نعيش في مجتمع تشاد في شهر رمضان المبارك، وهذا الشهر طبعا له مكانة خاصة عند التشاديين، حيث أن كل التشاديين يتوجهون في هذا الشهر الكريم إلى التقرب إلى الله في المساجد، في أماكن عملهم بقراءة القرآن. فأنت من خلال قراءتك للواقع التشادي، ما هي الميزة التي يمتاز بها الشعب التشادي في خلال هذا الشهر الكريم؟ صراحة الشعب التشادي يتميز بميز كثيرة. أولا هناك تكافل اجتماعي بين المواطنين، يعني الآن كثير من الأسر وكثير من البيوت مفتوحة للجميع، تجد يعني الناس يتجمعون في مائدة الإفطار سويا، يعني هذه الأسر الممتدة. الشعب التشادي يتميز عن غيره، تجد الناس دائما الأسر والأقارب والجيران صراحة يتعاونون فيما بينهم. هذه ميزة يعني قلما تجدها في كثير من الدول المجتمعات الأخرى. وكذلك يعني في هذا الشهر كثير من التشاديين يتعاونون فيما بينهم، وأيضا يعني من ضمن المظاهر أن أيضا دائما التشاديين يتوجهون في صلاة التراويح، الكل يتوجه، النساء ورجال وأطفال يتوجهون ويسألون الله أن يحقق لهذا البلد الخير الكثير والاستقرار والطمأنينة. وأعتقد مثل هذه المظاهر الجميلة يعني تدل على توحي بأن هذا البلد يسير بالخير، مقبل على الخير إن شاء الله. إذن السيدات السادة، بهذا نصل إياكم إلى نهاية برنامج في رحاب شهر كريم وفي نادي. أشكر الدكتور حسين مسار حسين، مستشار رئيس الجمهورية في التربية الوطنية والتعليم العالي، على تلبيته دعوة لحضور برنامج في رحاب شهر كريم. ونشكركم أنتم على حسن الانتباه والمتابعة، حتى ألقاكم غدا موضوع جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم برنامجكم هنا اليوم رمضان كريم. رمضان كريم هنا اليوم أنا كمان قاعدين نتكلم بترتيب الفطور، كيف الإنسان يرتب فطورة. خليكم معنا. فطور ما نتاقو رنجر الاثر دابا بشنو لحد تكمل بشنو ادو فطور انا قبل بعلم بار كمل بعلم عام دابا بعلم بار تكمل بعلم عام هاي ما قد تاكل الا علمي بس غلط يا ترى هناك ما الا بعد الفطور بعد الفطور تاكل شنو نشرب مديده 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 هاي اول مره نفطر بالتمر بعد التمر ده علم الساكت نشرب بير واحد بعد العلم الساكت ده نشرب علم ياترون نمشي نسلي مقرب نجي شرب نشرب كان قاتو قاي كله نكمل مايا كان مبو قاي كله نكمل بشرب انا ده بعد الشرب ننجم الشيع نشرب مديدة على شيء آخر ما ناكل نقعد بعد صلاة العشاء خلاص نجي ناكل يعني كان لام في كله ناكل كان الشيء الاكل الدقاق دقاق ده كله ناكل ريمن ده نبر بتمر من التمر خلاص تمر من التمر نشيل علم ازرق من العلم نجي نفطر علم العطره من العلم العطره شربنا كيف بعد صلاه التراويح خلاص
نجي نفطر نشرب شرب عجينة مديدة إن شاء الله هلا نشرب ونفطر ناك يا عندنا يا علم عجينة جنبنا أنقارة وسلطة فري عجينة كل حاجة جنبنا هلا نشرب ونفطر كيلة هاي في الليل في الليل كان فيها كان خلاص نعشو فجر بطان صهور ما عندنا خلاص في الليل صهور ما نفطر في المساكن نشرب المطرون نمسوا تقدمين نسال الله مقرب عليك نمشي صلاة تراوية ننسي عشان اي النيتة ياكل الماء ياكل كل سيدة بعدين كان يفطر سي يفطر الفطور كان يفطر ده سي الفطور ده اول البسمة نفطر ليه بيتمر نفطر بيه نعم وراشي نشيل المطرون نشرب شربت المطرون خلاص شيء كده نشرب ليه شربة نشرب ليه مديدة كلنا نشربها بعد ما مشيت المدينه سليت الراوي مشيت الصلاه سليت وجي نصلي ايش ناكل لي ايش بعد الايش جيدي فري قصات البنان القراش الاناناس كله وائل زي نشرب نشرب لي جي انا غوياب انا بنان كله شغل ده بار العلم ده بار العلم ده تمر أول مرة تمر تأول وتشرب عليه ده شيء لكن العلم ساقل تشرب ده بطن على ده يبوجه ده بس ده بعد التمر مع المطرم بار التمر ده المطرم بعد تشرب مديد المديد بار المديد ده إلا تشرب شربه ده نفطر في علم أنا إترون شربة علي منغارة علي من الليمون عبري كل عندنا جايز كل عندنا جايز أما أنا أول بداية نبتر بالتمر أول بسم لنا تمر بعد تمر المنغارة المئترون على تهيب النفس السيسر بعد صلاة تبتر بشربة شنو كل تاكل وهذا يبوي ليبيا كله يسوي كب كبه كله يسوي تاني سما شنو بمتر ما بيترف ده سما شنو ده كله بلوم بانتو المهم نبتر اول التمر بعد التمر المنقارة المعطرون قلب ذهبة تشرب والمعطرون وشربه دول هجر دول ان شاء الله نعم ان شاء الله ده بقى نبتر ها نبتر نبتر بالمعطرون ان شاء الله المعطرون ورا شربه ورا فواكه دول مش ده ان شاء الله لا فطور شكل عادرس عارف هو نفطر وبسمه بعد الدعاء الفطور نشيل التمر او التمرتان بعد كمان نشيل علم العصر نشربه بعد كمان مش الطبيعه نشرب الماطرون عادي بس باشرين انه بنصلوا بعدين من الصلاه وفي من العيش فنقاسو او مديد او كل شيء فيه او شربه نشربه ناكله بعد نمشي نصلوا صلاه العشاء التراويه ونقبل البيت ان شاء الله نبدا في الماطرون وفي يا ترى شنو في مريدة وفي مشروبات آخر مثل الكوكار ده من أذان قال الله أكبر ديركت ما تشيل الماترون بس شرف أيوة وكيف كيف والله الآخر ده شنو تقول والله الآخر عند لي مريدة عند له أكل بجاب آخر كله بعد أذاني كان أذان ده تشيل لك تمر كنين ثلاثة كي تشرب وقبل تشرب موية قبل ثاني مرة قبل تشرب المعطرون لك عاصر وبعد ما مشي صليت جدا بعد ما مشي صليت جدا بعد ما مشي صليت تراوية جدا المعطرون مديدة دول شربة دول وشنو دول قبل تاب لك عاصر ما في شيء كي بق جموع عيش ولا شغل آخر ولا ما بعد لسه تخرج ما شيء ما في ده شغل كله ألامي بس دائما إيش ولا بعد سا 11 بالليل قبل نار قبل تعشي قبل العشي أول الفطور تناول لك تمر بعد التمر ذات تناول لك ألمي بعد قبل تشرب ألمي الآخر تمشي تسلي إذا سليت ده قبل عندك شيء آخر تناول لا تأكل بعد اذا اكلت ما تاكل لك شيء الثقيل اللي يتحرك ما تقدر تسلي تراويح تكتبي تاكل لك شيء خفيف وخلاص اذا وقت انا التراويح تمشي تسلي تراويح كان يجيك ممكن عندك شيء ثقيل تاكل اول كي نفطر بالتمر نعم ثاني ان شاء الله المشيه ازرق لنا نفطر ونصلي بعد
نشول علم عطران الحامي نشرب ونجمع شوية بعد ده خلاص شربة ومعاكلات كله بعد ورا خلاص بعد ده كملنا ده خلاص نقول الشيء ونمشي صلاة العشاء صلاة العشاء وكملنا سيسي كملنا ده لي ناكل عش أنا أجيب فطور يشيل لي التمرات ثلاثة تمرات نفطر فيه بعد عندك أكتر فوق يشيل لي ألم شوية نشرب بعد كده شلت ألم نشرب لي مديدة المديدة نمشي الجامع من قبل من الجامع نجي نجمع شوية كي بعد الله لنا خوامة على خالنا السنة نبدأ بالتمر والألم نعم السنة ده نبدأ بالألم ولا والتمر ده نبدأ فوق الفطور ايوه وبعد علم الليمون ولا الباقي كمان ان شاء الله لا انت الصلاه نسيتها فوق علم الليمون خلاص تبقى تجرب بس لحد لا الصلاه يعني بعده صح ايوه تمشي تشرب علم شويه تمشي تصلي بعد رجل من الصلاه تلقى شغل شويه تاكل وتمشي تصلي لعشاء وتراويح وترجع بعدين تعشي وتمشي تهجد بعد ما الاذان اذن يعني اولا نبدا بالتمر ثم بعد ذلك كان في مويه يعني مويه ساكن نشرب بعد ذلك المياطرون بعد المياطرون يعني كان مديده فيه يعني نشرب مديده شويه نمشي نصلي المغرب بعد ذلك نرجع نستريح شويه بعد ذلك يعني نمشي نصلي صلاه التراويح بعد التراويح خلاص نجي نتناول الشوربه والمديده اذا كان في يعني تفطير بسيط قرار دانا يعني بالنسبة لي أنا دانا أنا فالمشي لا يبدأ بعلمي بعد العلم يأكل تمر أنت بالذات أنا كنت بس نعم أي أنا بعد التمر ده ما إلا نشرب مديدياترون بعد المديدياترون نمشي نسلي بعد الصلاة كفين نشرب مديدة بعد المديدة يعني نستريح شيء نمشي نبرد نستحمى بعد الاستحمام يعني نجي كم أكل الفيدة ناكل وخلاص نمشي نسلي التراويح مشاهدين انا تليتشات شفتوا كيف المسلمين رتبوا فطورهم المره دي انا كمان شيف هناك البروفيسور عبد السلام مسؤول كمان في الامن الغذائي يورينا كيف الناس ترتب فطورهم الجسم هو اصلا مثل العربيه يعني العربيه ده كان سبيت فوق اسانس وقاعد سيفي داش عديل بيشتغل عديل لكن ما سبيت اسانس ما بحرك الجسم كله داير كاربيران يدور إسانس ويدور آلات في يشتغل والإنسان الصائم كمان زيادة الأكل ده وقع كتير لكن الأكل يمشي بالترتيب ولا يكون يعني فوق نظام وفشان الأكل كمان شايفين ما يدرى ما أقول لك يعني ينهدم خشم واحد سمع شنو الترتيب العديل وشنو ترتيب الماء دي الماء دي مثلا انت بدأت تفطر اكلت تمر شرب علمي ده ما انت خلاص فطر ده عجيل لكن بدأت تاكل مثلا بدأت تاكل شوربة ولا بدأت تاكل لحم واثناء قاعد تاكل لحم تاكل فروي تشيل اوراش يعني انت انا اوراش ولا بوم تقول تاكل فده ما يجوز لان الفروي مع اللحم ما يمشي كان دخل في الجسم فيها حاجات بقول لها أنزيم المواد الكيماوية التي تسهل تطحن الأكل هي يعني السيرفو المخ من فوق هو بس بيدير الخدمة عن الأنزيمات إذا أنت دخلت اللحم والفروي ومديدة وتمر وشاهي وخمان ده كله خلبت خشم وايد في بطنك ده السيرفو ما يقدر يركز يقول يعني الانزيم ده اصلا نشتغله فيه انه نشتغله في لحم ولا في لبن ولا في تمر ولا لا كما مش بترتيب خلاص الاكل يفدي لك في بطنك يعني ما ينتهي عجله يعني خلاص ما في ما ينهدم عديل فخلبات انا الاكل ما كويس وخاصه السكريات الفروي والجي الناس بيشربوا الناس طبعا في رمضان يعني بيشربوا جي كتير وبشرب سكريات كتير ولكن كتير من الناس بغلبته طوالي هسه قاعد يشرب جي هسه يشرب شوربه هسه يقبل يشرب جي هسه قاعد ياكل فروي هسه ياكل ايش بشرموت هسه قاعد ياكل ايش بشرموت هسه ده سفقه سكريات اخر ده
بيقول لها لخبطة. واللخبطة يعني نتيجة حقها شنو؟ نتيجة حقها خمير، الأكل بيتخمر في الجسم في المائدة ده. يعني أنت كان أكل لحم، اللحوم والشوربة ده ما دهون ولحم، أكلت قبل قلت في رأسة تجيب فروي وسكريات، خلاص الجي ولا الفروي اللي أكلت السكريات ده ما يقدر بيمشي، لأن السكر وقت تشيله قبل اللحوم ده، لأن السكر هو كل 36 دقيقة هادمينه كل 36 يمشي توالي في المسارين ماشي ده، خلاص الجسم بجذبه وطاقة نقعت. لكن لما شلت اللحوم شربة لحم زي ما بقول هنا كمونية لحم محمر شنو كل أكل، وشلت السكريات ورايا كان جي كان فواكه كان شنو، خلاص ببلوكي في المائدة ما يمشي، لأن شنو؟ لأن اللحوم والدهون تقريبا نقعد ساعتين أو أربع ساعات في المائدة علشان مع الأنزيمات ده تشتغل والأكل يعني ينتهن كويس ويتحلل قبل يمشي في المسران ده، يعني ياخد تقريبا ساعتين أو أربع ساعة إذا كان لحم وإذا كان نيته. فإذا أنت جبت سكر بفوق ليه سكر ما يقدر بيمشي خلاص، ولا فروي ولا سكر آخر كم مديد كل ما يقدر بيمشي يقف في المائدة. شنو بحصل؟ الأكل خلاص الأنزيمات ما يقدر يشتغلوا، الأكل خلاص بفرمانتي بيتأفن، ولا السكر بالخمر وببقى عندك في جسمك خمير زي نادم سكير سكران، والخمير بتلع في الكبد وممكن مع الوقت يعمل لك سيروز. السيروز بيصير كانسر ذاته في الكبد. ده نظام الأكل بس ما مش يا أخي تلقى نادم هما بسكر، لكن عنده يعني الكول يعني كثير الكول في جسمه مشان الأكل ما ماشي عادي. أو كمان إنسان يعني بخلبت بشيل مثلا أوين ذاتك نقول سفرة بس، سفرة بس فوقها جدات لحم تهوت كمونية ده كله في سفرة واي مرارة وده كله لحم كله كده كان سبيته في جسمك ده، يعني جسمك يتعب أسيديتي همودة كتير والأنزيم يشتغل وإنت دازة ذاتك تفاتيجي لأن إلا بس لحم 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 في جسمك دي بقولها من الحمودات. والخضروات طبعا ما من الحمودات لازم تاكل ناكلها كثير من اللحم. فده الخلبته ده ما كويس. مثلا تقول تشيل اللبن تلمه ماهوت، اللبن تلمه ما لحم وما بقتلك ما بيسيك شيء، لكن ممكن بيسيك تاثير. يعني ناس ويدين عندهم حساسيات اللبن كان شلته ماهوت، اللبن عنده غالي من الكالسيوم والهوت غالي من المغنيسيوم ما بلوم سوا بعث المشكلة في الأنزيمات اللي بيشتغلوا. فخلاص بعث شنو الإنسان ممكن يكون عنده إحساس يعني اللبن ما ينهدم كويس معناته ممكن تجدف لاكتاز ما في وبيسالك يعني مشاكل. إذن ما لفشن ده كله مارج من اللهوم وده كله مارج من اللهوم ما بلوم سوا الواي بيفرقون. فشنو زي ما قلت الفروي والسكريات في بداية ما تلمها مع اللحوم ده واحد. أثناء قاعد تأكل ما تشرب ألمي، ناس بيجينا حاول قاعد بأكل وتوالي بشرب ألمي باش. لا ألمي إما تشرب 10 دقيقة قبل ما تأكل إما ألمي تشرب بعد نقول تقريبا ساعة بعد أكل. ليه؟ لأن الأكل قاعد تأكل ده المواد الكيماوية التساعد في هادمين الأكل الأنزيم ده إذا أنت أثناء قاعد تأكل تشرب ألم ده الأنزيم ده ببقى ضعيف ما يقدر يشتغل كويس في الأكل اللي أكلته. خلاص الأكل يفضل لك في بطنك يعني ممكن شيء ينهدم في أربع ساعات ممكن يقعد 20 ساعة. عشان ده تلقى ناس ويجين مرات بيقعدوا يعني خمسة ستة يوم واحد ما يمشي خلا ما عنده شيء ما يمشي ورا بيت زي ما نقول كلام عربنا هنا. النادم خمسة يوم ما مشيت ورا بيت ده بطنك ده ما هاجر خلاص بحصل لك كونستيباسيون بحصل لك أمراض. فده شيء مهم جدا. وكذلك الشاي والقهوة. إما أنت بعد فترة شلت التمر تمرين شرب ألم شوية شيل شاي هناك شيل قهوة هناك عشان الناس ودي عندهم وجراس ما بقدروا بصبر. ده ممكن أنت كم فترة ما عندك غاستريك ما عندك شنو تشيل شاي هناك لكن قبل ما تأكل ب 10 أو 15 أو 30 دقيقة.
بعدها انت كان اكل خلاص فطر شرب شوربه قبل اكل لك شغل حاجه يعني لهم كده كان ده شلت ده بعد الاكل فورا بعد الاكل ما تشرب شاي ولا تشرب قهوه لان الكافيين ولا ماده التيين والبقول لها ماده بقول لها الثانيه بتهر المواد الحديديه في الاكل اللي انت اكلته ما يخش في جسمك كان طوالي بشرب شاي ده اذا شنو كان انت اكل لابد من تقعد تقريبا 30 دقيقه او ساعه قبل ما تشرب شاي اذا كان قاعد بعد 30 دقيقه او ساعه بعد ما اكل شرب شاي في مكان ده الشاي هو بيساعد الفيتامينات وبيساعد المواد الحديديه تخش في جسمك وكان انت شلت بعد ما اكل بس طوالي اكل هسه لام اكل ايه بملا اكل يا تو اكل فوقه اكل افوكا اكل فوقه فير كثير مثلا وطوالي شرب شاي المواد الحديديه ما بخش في جسمك لان الثاني ده بمنع ما واذا شربت بعد نص ساعه او ساعه بيساعد الفيتامينات وبيساعد المواد الحديديه بخش في جسمك فده شغل مهم جدا ناس كثير ما بعرفوه وانينا هنا ده ما في عددنا طبعا تصرفاتنا شيء تصرفات صعب لكن شويه شويه نايم تقدر تعالج نفسك هسه الانتفاخ والتهابنا المسارين والجديف والياتو ده كله كده جاي من يعني اللخبطه الكثير الخضروات الليجيم والليجيم ده ماشي المقصر في شات عندنا طماطم عندنا جرجير عندنا شو عندنا سلات عندنا فقوس عندنا اشياء كثير فده تسيب الليمون ده مع اي اكل يمشي في فطوره كلها اين هسه كان جينا في صحي مثلا الخله والريز وشنو كل ما نلمو ما الحمد لله لان ده كله عنده سكر لكن سكر الشيك من السكر الصناعي ولكن ما دام قاعدين ناكله ايش؟ بلحم ما دام ناكله لحم الجريه الزمان الناس الكبار دائما كان باكلوا لحم لازم يكون جنبه فجل وبصل فده معناه هسه كنا نقول للناس كده بس هو فشان الفجل والبصل هو من الليجيم الفجل هو طبعا يعني الفجل والبصل كلهم انتي انفلاماتوار وهناك التوم عندك في الملا انتي بيوتيك كله يعني كامل مكمل فاذا خليه يكون الخضروات ده والبصل وشنو دائما جنبنا لانه كويس للجسم وبيساعد الانزيمات ناكله باللحم ده خلاص بعد انت فطر شوربه خفيفه وشنو خلاص تمشي تسلي تكون خفيف ثلاثه ساعات بعدها ممكن بعد ده يحضروا لك كمونيه او لحم زي ما نقول لحم محمر لكن جنبه شنو جنبه جرجير سلات فقوس طماطم ده كله فروي الناس بيقولوا فروي انا مساكين ترى لكن هو فروي يعني كويس للجسم للهدم فده كله يحضروا لك تاكله وفي مكان ده ممكن خلاص خضرواتك ده كلها ممكن كان مبه في كلها تاكلها بياته بعد ده خلاص انت تتمشى يعني لو انا نيتريسيون يقول لك اتغذى ويتمشى فيشان تتغذى وتتمشى فيشان تعرق السكر اللي اكلته وبعدين تشارجيه اخر ما هو اصله عربيه انت ماشي واساس كمل تزيد وماشي ما خلت تعبيه وقاعد مكان واحد وخلاص قاعدين ما بنشتغل وما ببقى اذا يعني ترتيب والتشكيل انا الاكل هو شيء مهم جدا اين هنا شنو في رمضان او غير رمضان نخلب سياسه في خدا كله تاكل ايش او تاكل كسار طوالي بعد كوبايه انا المي كوب تمام يقول لك قتيت المي في راسه تقطع ولا يقول لك نشرب شايف شيء يدلي ولا شيء يدلي وبركب ما في هو شيء كله ترتيب الميت شربات تران منيت ابري بيساعدك لان تخلي الانزيمات يشتغلوا انت عطشان قبل ما تاكل ممكن 10 دقيقه تشرب الميت فروي اكل بيت اما تاكل 10 20 دقيقه قبل ما تاكل اكل اخر اما بعد ما اكل اللحوم والاكل البذور والحاجات الاخرى كمان ترجع 3 ساعات بعد قبل تاكل الفروي طبعا سهور يعني هو من الواجب السهور يكون يعني بلا لور تقيل من الفطور ومن العشاء ذاتك ماله
عشان ما انت خلاص ماشي تقابل رمضان فجر كده ساعتين انت خلاص صايم وطول النهار تشتغل وتتحرك فلازم تعمل لك ريزيرف عشان ده في السهور ده السهور ما السهور ما واجب السهور ينط لنادي السهور ده يعني وقت يعني تريز امبورتان فهنا في السهور شنو السهور كذلك العلمي ده ما قلناه انت اي وقت قبلت ده علمي ده تشرب بس وفي السهور قلنا نفس الشيء ودي السكريات اول في السهور لازم تاكل فواكه وخضروات كتير مالا عشان كان بالنهار انت خلاص تشتغل ما خلاص بخليك انت الفواكه والخضروات ده من المنشطات يخليك نشيط النهار ده اصله ما تهز بشيء كان نادم بسهر اصله بفواكه وعصير طبيعي ما صناعي ما سكر صناعي لسه بجيبين برا بودر دول بسوب مسكر لا ده ما كويس السكر الطبيعي مثلا تشيل لك مانجا تشيل لك جوافا تشيل لك بطيخ تشيل لك شمام تشيل لك اسمه شنو بوم ها تعمل جي هقا او تقطي اهو تبدا بيه اهو السهور خضروات عندك عندك مثلا عندك شرب انا ليجيم او كمان عندك ليجيم فري اين نقول اليما فيفان الخضروات والفواكه هو من المأكولات الحيه واللهم من المأكولات الميته ده ما مفهوم مثلا ده بدبوه لكن ده ما بدبوه ده فرق وهنا نقول اليما اسيتين الكالي يعني الفواكه يعني هنا الكالي يعني لازم تكتر منها فتاكل في السهور كميه كثيره ان تقدر ثم بعد ده تسرع شويه السهور تقول ما خلاص اذاني جاي اذن والمؤذنين كل شويه وادين بعمل التشويش لازم ينظموا هم كلنا عارف الوقت بالضبط فيكون ما يكون في تشويش انت قاعد تاكل كده ده اذن ده تقول اكون بكون الصلاه خلاص في لحد ذاته بيبرج لك فاذا تشيل الاعتداء وبعد ده هسه زي ما قلت كان عندك ايش ولا عندك بلانا لهم ولا شيء جداد ولا هود واي منهم يعني بي 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 عندك بطاطس هنا ولا عندك بوم دي تير خلاص بعد ده تاكل تاكل تقيل ما عندها اي مشكله وثم بعد ذلك كمان يعني تقعد دقائق وتشرب مويه ده انت كومبلي خلاص تمر رمضان فوق بس الصبح ده كان سبورتيف كله ممكن تمشي سبور شيء وتجي تقعد ما بأثر معك لان عندك ريزيرف خلاص مشاهدينا تيليتشات بدا خلاص كمل برنامجنا هنا اليوم رمضان كريم نوعدكم كمان لبرنامجنا هنا مبكر بعد الاخبار بالعربي الدارجي